ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ميار. النهارده الفيديو مش متحمسه له ولا اي حاجه، علشان ده بيتصور لتاني مره، هتعرفوا ليه بعدين يعني. فالفيديو النهارده حلو، والميك اب يبان ان هو مكلكع، بس هو مش مكلكع خالص. هتتصدموا اصلا من بساطته ومن حلاوته. وانتوا عارفين ان انا لما بقول لكم الميك اب سهل، فهو فعلا بيطلع سهل، مش كلام وخلاص يعني. فما تقلقوش، الميك اب سهل جدا وحلو جدا، وزي ما انتم شايفين هيطلع حاجه بوم. بس اسيبكم مع الفيديو، بس قبل ما اسيبكم مع الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واهم من ده كله تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلك اشعار او نوتيفيكيشن اني انا نزلت فيديو. ويلا بينا. رسمت حبي ورا الكاميرا يعني عشان ما ناخدش 9 سنين في الفيديو كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هرطب وشي عشان لحد ما اخلص عينيا وكده يكون يعني وشي امتص الكريم وكده. انا برطب ببانتينول، باخد حته صغيره كده وبوزعها على بشرتي كله. اصلا بانتينول مش مناسب للبشره الدهنيه لو كترنا منه، لكن انا بحط حاجه بسيطه جدا خصوصا تحت الميك اب وكده، برطب ببانتينول علشان ما يشققش وما يعملش اي بريك اوت. هبدا بقى في العين لحد ما المرطب بشرتي تمتصه. هنعمل ايه؟ هنبتدي بانهي لون. اول حاجه نختار الفرشه. انا عايزاها تكون فرشه فلات علشان احطها على الجفن المتحرك. هاخد اللي هي الالوان البنيات اللي هي على الجريهات دي، شايفين البنيات دي؟ هختار بقى انهي لون. اول حاجه مبدئيا اختار البني اللي على جري ده، هحطه على كسرة العين، هحطه على الجفن المتحرك. عايزة امسك المراية دي علشان ما اختص كده وانتوا ما تشوفوش حاجة. هحطه كده على الجفن المتحرك، وهاجي في الاخر هرفعه في اتجاه ديل الحاجب، وبعد كده هوصله كده. وبنفس الفرشة هدمج بقى الاطراف. بعد ما حطيت اللون، بصوا انا رفعه ازاي بالخط كده مرفوع على اتجاه اخر نهاية الحاجب. بعد ما حطيت اللون همسك فرشة دمج وهدمج بقى الاطراف، علشان انا عايزاه حد من ورا، مش عايزاه حد يكون من هنا. عايزة تحت الجفن تكون كل حاجة مدمجة، وبرده مدمجش قوي علشان وانا بدمج اللون لو دمجت كتير اللون هيروح، فمش هيبقى فيه لون. بس وبعد كده هاخد لون بني، اغمق لون بني عندنا بقى اللي هو البني المحروق ده، وهحطه بقى على الجفن المتحرك. بس يعني اللون البني اللي انا حطيته على المتحرك، وطلعت بيه على اللون البني اللي انا حطيته في الاول ده، حطيته على المتحرك وطلعت بيه لحد ما وصلته اللون بقى البني الغامق. هحطه برضو على الجفن المتحرك، بس هحاول وانا بدمجه يبقى بدمجه في مكانه علشان ما يطلعش يبقى اكني حاطه لون واحد. بنفس الفرشه برضو اللي هي الفلات هاخدها وهحطها على الجفن. عايزه فرشه المرايه الثانيه، هحطه برضو على الجفن الثابت برضو بنفس الحركه. واوصل
بعد كده هياخد فرشة دمج نفس الخطوات بالظبط، هياخد فرشة دمج وادمج الاطراف حاجة بسيطة برضو خالص. كده يعتبر انا خلصت العين من فوق، العين ما فيهاش اي حاجه كاي شادو. هنشوف بقى نعمل ايه. يعني بصوا خلاص العين عباره عن لونين، واللونين انا دخلتهم في بعض. هروح اعمل العين التانية وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. وبكده اكون خلصت العينين. هنعمل ايه؟ المفروض ان انا دلوقتي احط الاي لاينر وتبقى العين كده خلاص خلصت. بس انا عشان عايزة الخط ده يبقى حاد قوي، فهخلص وشي والكونسيلر وكل حاجة، وبعد كده بقى ايه نرجع للعين تاني ونظبط بقى كل حاجة. الفاونديشن اللي انا هستخدمه هو لوريال انفينيتي. هحط الفاونديشن، نحاول نخلي بالنا بس عشان الفتحة بيضة. الفاونديشن ده غامق شوية على وشي او بيأكسد، بس احلى حاجة في الفاونديشن ده ان هو لما بيغمق مش بحتاج بقى قبليه ان انا احط كوريكتور بقى وكده. وهو حلو جدا، وكنت عاملة عنه قبل كده ريفيو هو والبرايمر بتاعه. هسيب لكم لينك الريفيو هنا. وبعد كده هدمج بالبيوتي بلندر، اعمل بس الطرحة لوس شوية علشان الطرحة ما تتبهدلش. بعد ما دمجنا بقى الفاونديشن وكل حاجة، نبتدي بقى نحط الكونسيلر والكونتور. هستخدم العجلة بتاعة كريولان في الكونسيلر، بدمج الاثنين دول مع بعض، والكونتور طبعا اللون ده. الكونسيلر هحاول ان انا احطه كده لفوق علشان يرفع لي الحتة دي لفوق اكن وشي مسحوب. وبالمرة هنضف الاشر. بصوا انا كده عملت الكونتور ورا الكاميرا علشان الفيديو مدته ما تبقاش 9 سنين، بس هقول لكم انا عملت ايه. الكونسيلر طبعا زي ما قلت لكم اني انا حطيته تحت عينيا وطلعته كمان لحد فوق علشان يديني اني وشي مسحوب لفوق. عارفين الحركة اللي هما بيعملوها كده دي؟ فانا بصوا كده عينيا مسحوبة من غير ما ارفع وشي ولا اعمل اي حاجة. والحركة بتاعت الكونتور دي انا بعملها علشان خدودي تبان اكني عاملة فيلر، يعني فاهمين؟ ببرز عظمة الخد اكتر. والحركة دي اللي هو الخط اللي تحت الكونتور ده على طول الابيض علشان يعرض لي وشي شوية، لاني انا لحد ما وشي طويل. وكمان عملت كونتور عند دقني بعرض وشي كله علشان يقلل لي من طول وشي. لو تلاحظين ان انا في الكونتور بتاعي في الفيديو ده والفيديوهات القديمه دايما بعتمد ان انا الكونتور بتاعي والكونسيلر يبقى بالعرض علشان انا وشي طويل. لو عملت كل حاجه مثلث، الكونسيلر مثلث والكونتور لتحت، فانا كده بطول وشي اكتر، فانا مش عايزه وشي يبان طويل. فبعمل كل حاجة بالعرض علشان تعرض لي وشي شوية، يعني فاهمين قصدي؟ بس هبتدي بقى ادمج الكونتور والكونسيلر. هبدأ بالكونتور الاول علشان لو طلع في حتة او نزل في حتة اصلحها بالكونسيلر وانا بدمجه. يعني هدمج الدقني والحتة دي بالبروش دي، حلوة قوي وبتنجز.
الكونسيلر هدمجه بالبيوتي بلندر، ولو حسيت ان الكونتور محتاج ان هو يدمج بعيد عليه بالبيوتي بلندر هروح ادمجه دي كده. انا كون دمجت الكونتور والكونسيلر وثبتهم بالباودر بتاع كريولين، بس انا حطاه في الكونتينر ده وعملت بيكنج في الاماكن اللي انا عايزاها تثبت زي تحت عينيا والمنطقة دي، وحطيت طبعا على حواجبي زي ما بعمل كل مرة. بعد كده هنيجي بقى للايلاينر. الايلاينر اللي عندي نشف، انا ما عنديش القطرة اللي هي الديرو لاين اللي هي بنحطها يعني لما الجل بتاع الحواجب بينشف او الايلاينر او كده. فنصيحة مني اللي ما عندوش القطرة دي ما يجيبش اي جل سواء حواجب او ايلاينر. الحواجب في حاجات كده زي فوريفر 52 او ميك اب فوريفر بتبقى في تيوب، دي مش بتنشف بتتقفل، لكن البرطمانات الصغيرة دي نصيحة محدش يجيبها الا لو كان معاكو القطرة دي بس. فانا بعمل ايه؟ باخد لون اسود اي شادو وبحط عليه زي ما بعمل مع حواجبي، وبحط عليه نقطة من محلول عدسات مية وبرسم بيها الايلاينر. وبكده اكون انا رسمت الايلاينر. ده هيبقى شكله مرفوع ايوه شوية، يعني انا عملته على الخط اللي انا عملته ومديته كده قدام شوية. الخطوة الجاية بقى هتبقى خطوة ايه؟ هناخد الكونسيلر وهناخد افتح درجة في الكونسيلر وببرش كده، وهنفتح عينينا كلها وهنعمل خط تحت خط الايلاينر علشان عينينا تبقى واسعة قوي. يعني هندخل الكونسيلر على الووتر لاين، او ممكن ما يعني ممكن لو انت يعني كي بتحرقك من الكونسيلر حطي كحل ابيض عادي، بس انا الكحل الابيض مش بيثبت في عيني، او لغايه دلوقتي ما لقيتش براند فيها كحل ابيض ثبت في عيني. انا كده حطيته، هبتدي بقى اجي في الاخر كده تحت خط الايلاينر وهعمل خط كده. وبكده اكون فتحت عينيا من الناحيتين. الخطوه بقى اللي بعد كده هتكون ايه؟ استني بس عايزه اظبط حاجه. الخطوه اللي بعد كده هتكون ان انا نفس اللون البني اللي انا استخدمته فوق هعمل خط تحت الخط الابيض اللي انا عملته. هاخد برش كده تكون مربعه ونفس اللون البني، هعمل ميكس بين اللونين البني اللي انا حطيتهم فوق وهعمل خط كده تحت الخط الابيض. بس بصوا هعمل ايه عند مدمع العين. مدمع العين اهو، هعمل خط كده هسيبه مفتوح كده، شايفين؟ وبعد كده هكمل عادي. وبعد كده هعمل خط تحت الخط الابيض. وكده اكون انا عملت العينتين الاثنين نفس الموضوع. هيجي بقى دلوقتي دور الرموش والمسكرة. بس انا هحط الجلو على الرموش، ولحد بقى ما احط الماسكارا وانفض وشي من الباودر واحط البرودر والحاجات دي كلها يكون الجلو بقى استيكي شويه، وبعد كده عشان لما اجي الزقها
تلزق على طول وما تلحوش بقى الدنيا وكده. هبتدي بقى اشيل كل الباودر ده واللي تحت عليا. البرونزر هستخدم الهولا برونزر، احطه على كل الاماكن اللي فيها كونتور. بعد كده هحط الماسكارا، والماسكارا بقى هروح احطها يعني اوف كاميرا عشان دي بتاخد 9 سنين، بس هقول لكم الموضوع هيبقى ماشي ازاي. هنكتر جدا 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 في الرموش اللي السوفتيه اللي هي اللور لاشز، علشان انا عايزه الرموش اللي تحت يبقى يبان اكني حاطه رموش، لاني المفروض اصلا احط رموش سفليه بس انا ما عنديش. فهنكتر بقى في الرموش اللي تحت الماسكارا، اللي فوق مش قوي يعني، لان احنا كده كده هنحط فيك لاشز فمش لازم يعني. احنا في الاخر هنحط كده علشان بس نشيل من عليها الباودر والحاجات دي، وعلشان تشبك في الرموش اللي فوق، ما تبقاش الرموش مثلا عامله كده وهي نازله لتحت ويبان المنظر فيك. لكن هنكتر نكتر في الرموش اللي من تحت. وده كده شكل عينيا بعد الماسكارا. بصوا انا تقلت تحت عينيا جامد، وبعد ما ركبت الرموش وحواجبي، بعد ما زي ما احنا متعودين، بعد ما بمشط، بعد ما سوري ما بحط الماسكارا، بقوم ماشيه كده على خفيف على حواجبي علشان يعمل لي الشعر شعر ده. بس هيجي بقى دلوقتي دور البلاشر والروج والهايلايت والحاجات دي. انا بستخدم بلاشر ام ان، هحطه بقى بفرشه كده، وهحطه على يعني انا كل مره بحطه بقى يعني كده عشان يديني مزيد من الكيوتنس، وبدخله على مناخيري والحركات دي. بس انا مش عايزه ابوظ اللوك كده، انا عايزه اللوك يبقى بنفس الحديه دي. فبرضو البلاشر انا عايزاه يبقى حاد برضو كده، فهحطه فوق الكونتور يعني كده، وهطلعه برضو زي في الطرحه كده اللي اتبهدلت دي، مش قادرين، واطلعه لفوق كده علشان يرفع لي خدي. الناحيه الثانيه برضو انا بعمل ميكس بين اللون اللي هو الخوكي ده ومع تاتش بسيط من الفوشيا الفقع هذا. ده اللي احنا هنعمله. الروج بقى انا عايزه احط حاجه مش عارفه احط ايه، بس انا عندي الوان بيجات كتير، مش عارفه هو ده مجهول الهوية يعني، نجرب. حلو، لا عجبني. بس ده هيبقى اللون، ممكن لو عايزة اديله حيوية اكتر، بس انا حباه كده قوي علشان حسيت ان العين ظهرت. بس انا كميار يعني هو كده تحفة، بس انا بحب ان الروج يبقى فيه شوية دفء كده. هياخد لون احمر، وهعمل الحركة اللي احنا متعودين نعملها. واللي هي احطه جوه الشفايف. ده هيبقى اللوك النهائي. هروح اظبط طرحتي واحاول اداري اللي حصل فيها وهرجع لك. وبكده انا رجعت وظبطت طرحتي وكل حاجة تمام، واخفيت اثار الجريمة اللي ارتكبتها في حق الطرحة. بس وبكده يا بناتي يكون اللوك خلص. وعلى فكرة عشان اصور اللوك ده والله العظيم دي المرة التانية. اول مرة بعد ما وصلت لنص اللوك وخلاص وبركب الرموش وبتاع،
إذ أفاجأ إن الموبايل وقف تصوير. طيب أوكي ماشي، فين الفيديو علشان أكمل بقى من بعديه أشوف وقف لحد فين وأشوف أنا هكمل بقى الباقي من أول فين وكده. لقيت الجزء كبير قوي من الفيديو ممسوح، بس ده عقاب ربنا يعني. والله العظيم انا حاسه ان ده عقاب من ربنا، لان الفيديو ده انا كنت مصوره وانا كنت لفه الطرحه بتاعتي تربون، فانا ما بنزلش بتربون بس قلت تغيير يعني وكده. راحت ماما ظرفتني واحده مش مسامحه، الفيديو ما شاء الله ولع بس. فانا قلت ايه، دي اكيد علامه من ربنا ومن ماما، فقلت التزم بقى وابقى بكرامتي وطرحتي وقاري بلا تربون بلا بتنجان. بس وده اللوك النهائي بعد ما الحمد لله اتصور كله وتأكدت ان كل حاجة مظبوطة. يا رب اللوك يعجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. يكون الفيديو خلص، بس قبل ما تقفلي الفيديو ما تنسيش تعملي 3 حاجات: لايك وشير وسبسكرايب، واهم من ده كله انك تفعلي علامة الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشن اني انا نزلت فيديو جديد. باي باي.